عقد مجلس النواب جلسة جديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحث خلالها عددا من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة. شهدت الجلسة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت إحالة 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وكذلك 10 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. هذا ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، فيما تم تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة. سياسة الدولة ترتكز على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين. ورغم أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لزيادة فرص العمل والتشغيل يعتبر أحد الأركان الأساسية لهذه السياسة، إلا أن توزيع ثمار هذا النمو بشكل عادل وفعال هو المفتاح الرئيسي لتحقيق مفهوم التنمية الاحتوائية. وبناء عليه، فإن فرض أي ضريبة أو رسم جديد يعد من أهم أدوات السياسة المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. بأكد ان احنا يمكن عشان نحكم على القانون من حيث المبدأ، احنا امام قانونين النهاردة في جدول الاعمال. اول واحد بفرض ضريبة زيادة، وتاني واحد فيما يخص اصدار قانون الضريبة على الدخل. لازم نحكم على القانونين مع بعض. احنا في الضريبة على الدخل يمكن النهاردة بنرفع الحد الادنى وبنرفع الاعفاء الضريبي، وده يمكن بيكبد الموازنة 10 مليار جنيه. النهارده ال 10 مليون جنيه ده من الطبيعي ان الموارد دي يتم اصدار بعض القوانين الاخرى ليه؟ عشان نقدر نغطي العجز في ال 10 مليار. يمكن القانون النهارده فيه ضريبه على الدخل هناخد حوالي 4 مليار، وفي 5 مليار هيجوا النهارده من فرض ضرائب جديده على المسارح. اللي حابين ناكده ان ده اجراء طبيعي، اللي حابين ناكده ان احنا عارفين ان في تحديات اكبر، بنطالب الحكومة فعلا بان يكون عندنا بعض الحلول خارج عن الصندوق، ولكن ده لا يعني ان الحكومة هتتوقف عن الاجراءات والممارسات الطبيعية في السياسات المالية اللي لازم تتخذها عشان تحافظ على المواطن محدودي الدخل. ومن هذا المنطلق يا فندم، طبعا احنا بنوافق على القانون من حيث المبدأ. لازم نبين للناس الكلام الصحيح، لازم الحكومة تشرح للناس فلسفة ومشاريع قوانينها، وما تتركش الناس عرضة يعني للبعض ان هم يروجوا معلومات غير صحيحة وغير معلومة ثم تخرج لتصحح هذه المعلومات. لازم يا رئيس يعني كل الامور توضح، والسيد وزير المالية يشرح ده تفصيلا، وانا بوافق على مشروع القانون. كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، وقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام مصر إلى الاتفاقية. ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة على أن يواصل المجلس مناقشاته في جلسة قادمة.